تقدر تقول لنا الرأي تاعك عن المنظمات الطلابية هنا في جامعة العناصر البشير إبراهيمي؟ بيان سير، المنظمة الطلابية هنا راهم غايبين تماما على الساحة الطلابية، ما يؤديوا في حتى دور. كي تولي تشوف بارابور هو يعني الحال هذا راه في الجيري كامل، في الجامعات الجزائرية كامل، ولكن في الجامعة تاعنا على وجه الخصوص راه الحال أكثر منه في الجامعات الأخرى. من المفروض المنظمة الطلابية الهدف تاعها أنه تدافع وتضرب كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا، تضرب على حق الطالب. والدور هذا اللي رانا نشوفه باللي المنظمات هذه ماهيش تأدي فيه ولو 1% من الدور هذا، راه ماهيش تأدي فيه المنظمات. يعني نقدر نقولوا باللي المنظمات مجرد اسم، يعني هكذا اسم يعني مستعمل. المنظمات مجرد محاضر تنصيب على اوراق تاع اعضاء، تضرب وتجري على المصالح الشخصية تاعها. ربما فيه بعض المنظمات اللي يعني تنحاز شوية جهة الطالب وتضرب على حق الطالب شوي، ولكن بصفة عامة المنظمات هذه راها مجرد محاضر تنصيب تاع أسماء طلبة، حبر على ورق، ما هي تأدي في حتى دور. خدمتها أنه تضرب على مصالحها الشخصية. الرأي تاعك حول المنظمة الطلابية في الجامعة تاعنا؟ أنا نعرف دور المنظمة الطلابية للجامعة أنها مصلحة عامة للطلبة، ولكن حسب واش راني نشوف انا، هما راهم دايرين المنظمات هذه باش يقضيو مصالحهم الخاصه. ايوا لحد الان ما شفتش انا حتى يعني تغيير ولا اي حاجه، يعني اي صلاحيات نتاعهم يعني باش يجيبوا حق الطالب ما كانش. يعني نشوف فيهم باللي يقضيو المصلحة الخاصة. وفي التأخيرة الأخرى هذه طالبة رأس الواد داروا إضراب، كانت منظمة من المنظمات تقضي مصالحها على حساب الطلبه نتاع راس الواد. وكان كان فيهم كان فينا معنا زميل يعني من زملاء انا بيا شاركوا في الاضراب تاع طلبه راس الواد. تسمى عطاه المنظمه عطاوه باش قالوا له بلي انا نساندو. وفي نهار لحقت كيما نقولوا احنا وين لحقت الصح، جبدوا به كيما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا، جبدوا به البصر. قالوا له بلي ماناش احنا اللي كنا دايرين الاضراب، وهما مع علم انهم هما اللي كانوا دايرين الاضراب معنا. بارك الله. ما شفناش احنا حتى الان انا يعني لحد الان ما شفتش انا حتى بصفه عامه الطالب. الدور تاع المنظمات على وجه العموم، الدور تاع المنظمات هو يعني هو في الحقيقه يعني نمهم يكون باش يجيبوا حق الطلاب. طالب تقدر تعطينا رايك في المنظمه الطلابيه؟ انا كسياساتي طالب زامي تلاقيت مع منظمه طلابيه ولا طرحت لهم المشكل تاعهم. المنظمه الطلابيه جو بونس كو بلي يخدموا الطالب ويستعدوه على المشاكل تاعو، سواء كان اداريه ولا كانت من ناحيه الدراسيه تاعو. و انا دائما نشوف المنظمات دائما في الرحلات السياحيه، في جامي شفتهم في الجانب الثقافي ولا طلابي، ولا جامي كشفتهم انهم داروا مثل الطالب في الجامعه. حاب يقول الدور اللي نورمال متاديه المنظمه الطلابيه ماهيش تادي فيه. اكزاكتومون، يعني جامي اتصلت بهم وجامي جاو لينا، حسونا باللي كاينه منظمه تساعد الطالب في الدومين تاعو لي زوبستاكل. واش تعرف على المنظمات الطلابيه؟ انا كيما نعرف نورمالمون المنظمه الطلابيه في اي جامعه شغل يديفونديو على حقوق الطلبه، على الانشغالات تاعهم، الصعوبات اللي يواجهوها في الجامعه. بارك الله فيك. واش تعرف على المنظمات الطلابيه في الجامعه تاعنا تاع العناصر؟ الجامعه تاعنا تاع العناصر كيما راني نشوف ما كاين حتى منظمه راني نشوف فيها، ولا كشما راهي تدور راهي تقوم بها، ولا لكش ما زعما انشطه راهي دير فيهم، ولا كش ما يدافع على حقوق الطلبه. انا لحد الان ما شفت حتى منظمه، ما نعرف حتى يعني عضو في كش منظمه. حبي يقول راه ما عندهم حتى تاثير في الجامعه تاعنا كما راني نشوف هكذاك. اخويا واش راني تقدر توجه لهم رساله ولا ميساج هكذا لجماعه المنظمات هذو بصفه عامه هكذا؟ انا ماذا بيا واش نقول لهم؟ ماذا بيا نقول لهم يلتيو بالطلبه، نورمالمون هذه هي خدمتهم. خاطر اي منظمه لازم تدافع على حقوق الطلب، تشوف الشغاله تاعهم توصلها للاداره. الدور اللي راه تادي فيه المنظمه الطلابيه الراي تاعك فيه فعال ماهوش فعال؟
هنا في الجامعة تاعنا؟ بيان سير في الجامعة تاعنا. في جامعة برج بوعريج أنا نشوف بلي المنظمة الطلابية ما عندها حتى دورة يتأدي فيها. كل المنظمة الطلابية أمر الأول أساسا أنه كان نقص الوعي. تسقسي أي طالب هنا وش هي المنظمة السياسية ولا وش عندك معلومات عليها، ما كان حتى معلومات عليها. الأصل أنه أي منظمة يعني يديروا هكذا لجلسات، يديروا لقاءات، يعرفوا بالمنظمة تاعهم، يعرفوا بالدور تاعهم، يعرفوا بحقوق الطالب. بصح هنايا في الجامعة تاعنا ما كان حتى أمر كيما هذا. هذا أمر، وأمر يعني اللي راه طاغي لهنا ونشوفوه أنه المنظمة الطلابية في جامعة برج بوعريج الهدف تاعها الوحيد خدمة مصالحها الشخصية. يعني بواحد الجشع هكذا. خويا أنا نسمع غير باسم منظمة طلابية، بصح ما نعرفهمش واش يدير. الدور اللي راهم يؤديو فيه يعني دور فعال، دور شوف الدور تاعهم هنا غير في ليزيسكيرسيون. وكش ما ضربات وخلاص هذا ما كان. شوفوا الطلاب يعني النتيجه الطلاب. انت راك تشوف باللي ما يديروا فيه والو. ما كانش ما كان حتى هكذا بصمه ولا تاثير ولا في الجامعه. ما كان حتى حاجه. احنا انا لحد الان ما نعرفش المنظمات هذو، ما مشتش كيفاه المنظمه هذه مؤسسه. تقدر توجه لهم رساله هكذا يعني؟ ما توجه لهم رساله، ما توجهش كيف كيف، هو مصلحته الخاصه مهم يقضيها على حساب الطالب. وجه رساله للطالب الجامعي، ما توجهش رساله للمنظمات. الطالب الجامعي أنا حول القضية تاع المنظمات هذه. أنا نقول للطالب الجامعي يعني ما يكمل حج حنا يجيب حقه، يجيبه يعني هو ولا على أساس طالب حر، ما يحتاجش منظمة. طيش المنظمة مش راح تقضي، ولا راح تقضي، راح تقضي مصلحة خاصة. بارك الله فيك وبارك. تشكر. كي على زامي شفتها في التيران، التيران ما كانش. كي على هما كما نقولوا زامي كانوا يبوسيو الطالب. هذيك هي الهدف تاعها، انه تبوسي الطالب وتساعد الطالب في المجال العلمي تاعو، تجيب له الحقوق تاعو، تجيب له العديد من تنحيلو لي زوبستاكل اللي يقدر يكون طالب، تكون عثره في المسار الدراسي تاعو. يعني اسمح لي بصفتك طالب جامعي نورمالمون ما متخليهمش، باش كيف انا نقدر نقول لك انا ما تخليهمش باش شغل ديفوندي على حقك. اسمح بيقول يعني كيما نقولوا تكون المسؤوليه تاعنا باش يعني حبيت نقول لك بلي نتوما راكم ساكتين على الحلقه تاعكم، كيما ديفونديش تاع على حقك واحد ما راه يعطيك حقك. هذه حاجه باينه، ما ديفونديش. والسكوت يقولوا بلي السكوت علامه الرضا نورمالمون، هكذا نفهم. لا هذا مفهوم خاطئ، هذه قصه السكوت علامه الرضا. صح انت شغل انت طالب جامعي حبيت دير شونجمون، صح شونجمون ماجيش هكذاك، ماجيش عبثا نورمالمون، انت ديفوندي على حقك وطالب بالحقوق تاعك يعطيو لك الحقوق تاعك ان شاء الله. بيان سير احنا واحد من الناس، انا شخصيا كيعود عندي مشكل نطالب حقي بيان سير، هذه باسكو ما انا انسان ما نسمحش في حقي، بصح ما نلجاش للمنظمات، على بالي باللي ما همش راح يجيبوا لي حقي. ولا بريف انا نشوفه في الاخر، انا نشوفه في الحاله تاع الجامعه تاعنا. انت انا واحد من الناس عندي 4 سنين وانا لهنا، جامي في حياتي شفت منظمه تضرب ولا الطالب على حاجة هكذا فكرية ولا تفيد الطالب فكريا، ولا أنا نشوف فيهم في لاسيتي سكر ريسطو على جل الفرماج، ما على باليش أنا على جل سكر الأخر على جل ما عطاولوش حاب يدير إكسكيلسيون ما عطاولوش، ما على باليش أنا كذا يسكر عفسة باش يعطيولو. كش ما نهار شفت أنت منظمة نورمال مثالي توجه لي الأسئلة، وليت أنا اللي نوجه لك الأسئلة. كش ما نهار شفت منظمة طالبت باش يحلوا مكتبها في لاسيتي. يا اخي احنا درنا رابور ان شاء الله باش نعرفوا الدور تاع المنظمه تجاه الطالب. ما كانش الله غالب، دوك احنا المستمام الطالب مسؤول ثاني. بارك الله فيك اخي طالب وشكرا على المعلومات.